جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول إن أبي وضع مصلى قديما لأنه لا يوجد حين ذاك مسجد يصلي فيه الناس، وعندما بنت الحكومة جزاه الله خيرا، عندما بنت لنا مسجدا ووضعوا فيه إماما وهو من جيراننا، أبي لا يطيق ذلك الإمام، وهو لا يصلي مع جماعته في هذا المسجد، بل يصلي هو وأولاده في المصلى القديم، علما بأن والد يضيف الضيوف في ذلك المصلى في الليل، فهل تجوز صلاتهم في هذا المصلى أم يجب عليه أن يصلي مع الجماعة في المسجد؟ جزاكم الله خيرا. يجب عليه هو وأولاده وضيوفه أن يصلوا في المسجد القريب منه، ولا يجوز لهم الانفصال والانقسام عن المسلمين، يجب عليه أن يصلي هو وأولاده وضيوفه في المسجد القريب منه، ولا يسعون إلا ذلك، لأن الجماعة كلما كثرت كل هو أفضل، وأيضا التفرق بين الجماعة الأمر لا يجوز، وكراهيته للإمام إذا كانت كراهية نفسية شخصية لأمور شخصية هذا لا يبيح له الانفراد عن الجماعة والانفصال عن الجماعة، أما إذا كان يكرهه لدينه لأنه يرتكب أمورا تخل بإمامته فهذا لا بد من البحث في شأنه مع ولاة الأمور، يعني يرفع بشأنه إلى ولاة الأمور ليستبدلوه بمن هو أصلح منه بالإمامة.